لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم. اليوم فيديو جديد اللي غادي نقدم لكم فيه وصفه رائعه بزاف، وصفه ديال هذا الوقت اللي تحمي لينا البشره ديالنا من اشعه الشمس، غادي تفتح لينا البشره، غتساعدنا في ازاله اثار الحبوب والبقع. وصفه زوينه بزاف وشامله، غير هي خصكم تداوموا عليها، يعني ماشي غير ديروها مره وتقولوا لا ما لقتش لينا وحسينا بتفرق. لا، هو غتحسوا بالفرق المره الاولى، ولكن فرق اللي هو بسيط. بالنسبه للوصفات الطبيعيه كيف كنعرفوا خصنا نداوموا عليهم جوج مرات في الاسبوع، ولا على الاقل مره في الاسبوع مده شهر، غادي نحسوا بفرق اللي هو رائع بزاف. المكون الرئيسي ديال هذه الوصفه هو الكيوي. الكيوي هذا هو الوقت ديالو، زوين بزاف للبشره، يعني كيساعدها كنحسوا بالبشره ديالنا مشرقه ومفتحه، والثمن ديالو رخيص بزاف في هذا الوقت. مهم، قبل ما نبداو الوصفه ديالنا بغيت نشارك معكم الاكسسوار اللي خديت من شركه سوفيل. اللي ما كيعرفش سوفيل هي شركه في نيويورك كدير لي اكسسوار بيرسوناليزي، يعني مثلا بحال السناسل اللي فيهم السميات، كتختاري السميه اللي بغيتي تكتبي في السلسله ديالك، ولا ديري فيها التصاور ديالك، ولا التصاور ديال الانسان اللي عزيز عليك، ولا اي حاجه. كذلك عندهم لي براسلي والغورميطاج وداكشي، تا هما كدير فيهم سميتك وسميه الناس اللي عزيزين عليك ولا تصاورك، يعني عندهم بزاف الاشكال والانواع. غادي نخلي لكم الموقع ديالهم في صندوق الوصف. المهم انا خديت من عندهم سنيسله كتجي في كريطينه بحال هادي، نحلوها مع بعضياتنا. اول حاجه كيكون في البواك كتكون كارت بحال هادي فيها واحد الكود برومو ديال 20%، زعما الا بغيتي تاخدي شي حاجه اخرى. سنيسله كتجي في ساشي بحال هكا، ساشي من الدا، اولا غادي نشوفو سنيسله كي دايره. السنيسله كتجي على هاد الشكل، انا اختاريت هاد الشكل. عندهم بزاف الاشكال، كاين سناسل غير سامبل بحال هكا اللي كتكتبي فيهم السميه ديالك، انا اختاريت هادي اللي بحال جوج سنيسلات في سنتله. وبالنسبه لهادي راه كتقدروا تحيدوها كتولي غير سامبل بحال هكا. انا كتبت عليها ماي سول حيت ماي سول هي روحي، وهاد الكلمه عندها واحد المكانه خاصه عندي، يعني كتقدروا تكتبوا في السنسله سمياتكم ولا سميات الناس اللي عزيز عليكم ولا اي حاجه. كيف ما شفتوا السنسله كتجي بحال هكا، غادي نديرها معكم. كيف شفتوا كتجي في العمق بحال هكا، زوينه بزاف. كنتمنى انتم يعجبكم الذوق ديالي. غادي نخلي لكم رابط ديال الموقع باش تشوفوا جميع الاختيارات اللي عندهم، راه عندهم بزاف بزاف، يعني ما تقدروش تتخيلوا قداش عندهم بزاف الاختيارات، يعني ديال السناسل والاسماء وطريقه الكتابه ديال الاسم اللي بغيتي ديري في السنسله ديالك، يعني عندهم بزاف الاختيارات. غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف، وكذلك عندي لكم كود برومو اللي غتستافدوا من ناقص 15% اي حاجه شريتوها من الموقع. غادي نخلي لكم كذلك الكود برومو في صندوق الوصف. كنتمنى تعجبكم هذه السنيسله، ودابا يلاه معايا نشوفوا المكونات ديال الوصفه ديالنا. المكونات بسيط بزاف، غادي نحتاجو كيوي اللي غادي نقسمو على جوج ونقيوها مزيان، ومن الاحسن نحيدو ليها هاد الزريعه الكحله. المهم انا خديت دابا هنايا نص كيوي اللي مسحتها بالفورشيت، حيدت لها الزريعه وتحاولوا تمسحوها مزيان، يعني بحال تتولي بحال الماء، كتولي فيها الماء. المكون الثاني اللي غنحتاجو هو ملعقه من الحليب بودر، يعني الحليب الجاف، ملعقه. المكون الاخر اللي غنحتاج، انا غناخذ ملعقه من زيت ارغان، الا ما كانش متوفر ممكن تعويضو بزيت جوز الهند. كما قلت لكم ارغان معروف بزاف بزاف بالمنافع ديالو للبشره،
كيصفيها وكيفتحها، كيساعد في ترطيب البشرة وإزالة الآثار. خديت ملعقة بحال هكا. المكون الأخير هو فيتامين أو. هاد فيتامين أو من غاسين فيتا، راه فيتامين أو متوفر في جميع لي بارافارماسي و لي فارماسي. ناخدو بضع قطرات، تقريبا غادي ندير 3 قطرات من فيتامين او. لما كانش متوفر ماشي مشكل، ولكن من الاحسن انه يكون. صافي، غادي نخلط هذا الماسك ديالنا، نخلطو مزيان باش يتجانسوا المكونات. هذا الماسك رائع بزاف بزاف بزاف، كيفتح البشره لواحد الدرجه ما كتصورش، وكيحيد اثار ديال الحبوب، كيساعدنا في زعما تحيد اثار ديال الحبوب، وكذلك اثار حروق الشمس والكلف. المهم دابا غادي نديرو على البشره ديالي. من بعد ما نخلطوا المكونات مزيان مزيان تيوليو متجانسين، غادي نوضعوه على البشره ديالتنا بهذه الطريقه. انا هنا غنستعمل فرشاه بحال هكا. ملي نوضع الماسك نخليه بين 15 حتى 20 دقيقة. قبل ما نغسلوه نحاولو نديرو تقشير للبشرة ديالتنا، إلا حسينا بيه ناشف نزيدو شوية الماء ونديرو تقشير بحركات دائرية للبشرة ديالتنا. عاد نغسلوه بالماء دافئ، من بعد الماء بارد، وأكيد بالمنظف ديالنا اللي كنديرو كل يوم. من بعد منساوش نرطبو البشرة ديالتنا. أنا نخليكم دابا ومن بعد نرجع. ما تنساوش من بعد ما تغسلوا البشره ديالكم من الوصفه ترطبوا البشره ديالكم. ضروري من الترطيب ديال البشره، ولا كنتو غادي تخرجوا ديروا الواقي الشمسي ديالكم. هاد الوصفه من الافضل ديروها جوج مرات في الاسبوع مده شهر. من بعد يمكنكم ديروها مره في الاسبوع او مره كل 15 يوم. هاد الوصفه زوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها وتداوموا عليها وتشوفوا نتائج زوينه بزاف في البشره ديالكم. كنتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الكود برومو اللي خليت لكم في صندوق الوصف وكذلك الرابط الموقع، باش تحصلوا على ناقص 15% من اي حاجه خديتوها من الموقع ديالهم. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. باي باي.